خلينا نرجع للكلمه اللي قلتها الاولانية انت اللي هي عباره توصيه لسان مشوق. خلينا نتفاهم شنو معناتها لسان مشوق. لسان مشوم حتى في لغتنا يقول لك حديث نساء في الحمام ولا حديث رجال في القاوي الى اخره. وقت اللي يجي ويبدا ينقد فك النقدك لغير مثمر وهات ما عندك يبدا يسب ويقول كذا كذا. نحن في منهجيه عمل نتاعنا انا قلت لك مؤطرين والحمد لله ناس معناتها واعيه ساده جامعين الى اخره. مستحيل كان ينجم واحد توا يجيب لي ويقول عتيد نهار نقدت من غير ما عطات مقترح. نقدت من غير ما حلت. خاطر ماناش نلعبوا. نعرفوا مهمتنا ونعرفوا اللي المنظمه كبرت ونعرفوا اللي الناس كل سنه فينا في الدوله كل حاجه نعملوها نقراوا الحسابه. حتى وقت اللي جيت للبلاتو هذا انا في اخر مداخله لهنا حتى وقت اللي انقدنا وايدنا قرار المحكمه الاداريه قعدنا نهارين رقدنا فيهم ساعتين ونحن نخمم في الحلول. وقت جاء الحل تفعيل الهيئه العليا المستقله للانتخابات هو على ما يبدو معناتها نقطه من النقاط اللي اثارت بعض الاحتجاجات الى اخره. وقت اللي نحن والناس الكل تعلم وأعضاء الهيئة العليا المستقلة الانتخابات القديمة يعرفوا اللي أول من قد عملهم هو نحن. معناتها ما عندنا حتى علاقة وحتى مصلحة في الحكاية هذه. مصلحتنا الوحيدة هي المصلحة التونسية. وانا الحاجة اللي معناتها غاضتني وغاضت الأولاد التعاتيد نتاعنا وقت اللي تخذي قرار إبعاد المجتمع المدني والإعلاميين ما خلوناش حتى الوقت باش نراسلوا رئيس المجلس الوطني التأسيسي باش نقولوا له أعطينا مؤيدات القرار هذا نتاعك. وهام راهو يا سيدي اذا كان بتشد صحيح في القرار هذا ها باش ينجر عنه وراهي باش تنجر عنده حاجات يستحيل تدركها. شو باش ينجر عنه؟ معناتها باش ينجر عنه اي مواطن عادي التشكيك في اعمال اللجنه هذه. اللي نحن كنا موجودين وقت اللي كنا موجودين كانت الاعمال تصير بطريقه عاديه. علاش اليوم السؤال يطرح نفسه؟ علاش اليوم جيت وقررت ابعاد المجتمع المدني والاعلام؟